واللي ما تابعش معانا بدايه الحلقه كنت ابتديت واتكلمت على حاجه بتقلب عليا المواجع دايما يعني، وحبيت جدا اخد راي ضيوفي المتالقين واللي بيشرفوني دايما في سادسها، خالد عامر وفاروق عصام بيشرفونا طبعا. ارحب بيهم بدايه. خالد مساء الخير واهلا وسهلا بيك، وفاروق اهلا وسهلا والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اولا مبسوط تاني ان انا معاكم مع صديقي العزيز فاروق. الحلقه بتبقى لطيفه جدا في صحبتكم. وانا ببسط جدا معاكم فاروق، اهلا وسهلا ومنور الدنيا. اهلا بيك يا احمد، دايما ببقى مبسوط ان انا معاك ومبسوط ان انا مع خالد، وان شاء الله نكسر الدنيا في الحلقه. قبل ما ادخل في التفاصيل كنت عامل انترو الحلقه امبارح، كنت بتفرج على ماتش منتخب مصر، شفت الماتشين طبعا. والحقيقه يعني بعيدا عن الكوره هاخد رايكم في الكوره وبدايه مرحله ويفيتوريا، بس انا كان ليا تعليق على الكيت، مش عارف تتفقوا معايا تختلفوا معايا. الكتف في كل حته في الدنيا تعودنا، بالذات لما نكون بنتكلم على منتخب كبير مش على مستوى العالم، مش لازم نتكلم على البرازيل والمانيا وفرنسا، على الرغم ان انا بشوف انه احنا مصر كدوله مش اقل من الدول دي. حتى على مستوى افريقيا بنشوف منتخبات زي الكاميرون زي كوت ديفوار زي المغرب، دايما بتلاقي الكت وبتلاقي الشعار او البادج اللي موجود عليه ليه علاقه بالتاريخ وليه علاقه بالثقافه وليه علاقه بالهويه. انا ابديت اعتراضي الحقيقه على الكت الجديده، على الرغم ان احنا تعاملنا فيها مع شركه عالميه، لكن تبدو زيها زي لبس فريق بيلعب في دوري الدرجه الثانيه ولا دوري الدرجه الثالثه حتى هنا في مصر. مفيش حاجه مرتبطه بثقافتنا، مفيش حاجه ليها علاقه بشخصيتنا وهويتنا المصريه. مش عارف يعني تتفقوا وتختلفوا، اسمع رايكم. ابتدي بخالد. تقريبا انا واثنين اصحابي اللي في مصر اللي معجبين بالتيشيرت يعني. كويس. لو في اثنين معجبين يبقى يعني ده في حد معجب. غالبا في اجماع على التيشيرت وحش. انا الصراحه شايفه لطيف يعني، حابب الديزاين، الخطوط اللي موجوده، ويمكن برضو زي ما كنا لسه غالبا عشان رامي على ميلان شويه، ابيض فيه خطوط سودا واحمر في اسود وبتاع، يعني تقريبا. وكمان لانه بيفكرني شويه بالزمن الجميل 98، نفس الديزاين بتاع تيشيرت 98 مع اختلاف طبعا البراند، ولكن مع 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 نفس الديزاين تقريبا. ده وحش قوي المره قدامنا على الشاشه. ده احلى صحيح. لا والله انا مش يعني مش عاجبني خالص بس الاحمر عاجبني، كان ينقصه زي ما كنت لسه. لو شلت بادج الاتحاد الكوره يعني ايه اللي يقول ان ده منتخب مصر؟ لا هو حتى من غير البادج افضل. بادج الاتحاد الكوره بتاع الابيض ده، لو شلت البادج بتاع اتحاد الكوره بيجيز خالص، مش يعني مش تيشرت كوره. الاحمر لا فاهم طبعا. الاحمر لطيف جدا بالنسبه لي، ينقصه بس اللي كنت لسه بتقول عليه الحته بتاعه الهويه. التيشرت اللي فات كان برضو براند مختلف عن التيشرت اللي احنا لابسينها المره دي. ولكن كان فيها النقوش الفرعونيه البسيطه دي ماشي، موافق الالوان المصريه موافق. فكان الحاله العامه بتعبر عن الهويه المصريه. التيشيرت ده الديزاين بتاعه لطيف، ولكن ينقصه الحته بتاعه الهويه اللي كنت بتتكلم عليها. متفق معاك تماما يعني.